يا جماهير شعبنا العظيم، يا أمتنا العربية والإسلامية، يا أحرار العالم، تحية عز وفخر لكم، تحية الثبات والصمود والتحدي والعزيمة والإرادة والوحدة والسلام. إننا وإذ نمر اليوم بأهم مراحل طي صفحة الانقسام الفلسطيني المقيت الذي مضى 11 عاما وتسبب بحالة من التشرذم وضياع لقضيتنا، وحرف أنظار العالم عن قضيتنا، عن قضيتنا الوطنية في ظل الصراع الدموي العربي. حقيقة نجتمع اليوم الهيئة العليا لشؤون العشائر من أجل أن نسمع صوتنا العالي ليسمعه الإخوة المجتمعون جميعا في مصر الحبيبة، مصر الشقيقة، والذين يجتمعون اليوم لإنهاء تلك الحقبة في تاريخ فلسطيننا، ألا وهي حقبة الانقسام الذي قسم ظهورنا وقسم كل شيء في وطننا، قسم الأسرة الواحدة وقسم المجتمع، والحصار الذي فرض علينا وما عاد علينا من فقر وجوع وبطالة ودمار في كل أنحاء الحياة. نتمنى على إخوتنا المجتمعين في القاهرة أن يتحاببوا ويتصالحوا ويوقعوا على ما يتفق عليه بحيث نصل بشعبنا إلى بر الأمان. هذه رسالتنا في الهيئة العليا لشؤون العشائر، وأننا نقول لهم عليهم أن يلتقطوا هذه الفرصة النادرة لإنهاء هذا الانقسام البغيض، ونؤكد مطلوب من كل القوى الفلسطينية أن تدفع باتجاه مساعدين في هذا الموقف، وفي حال حدوث أي خلل علينا أن نتجه إلى الإخوة في مصر، فهم قادرين على صنع القرار والمساعدة في صنع القرار والمحافظة على الوحدة الفلسطينية، لأن وحدة الشعب الفلسطيني هي من وحدة الشعب المصري، وأن مصالحنا مشتركة في هذه المنطقة، لأنه لا يمكن أبدا لنا أن نحقق أهدافنا المشروعة وطنيا وإسلاميا دون أن تكون يدنا واحدة، وأن تكون كلمتنا واحدة، وأن يكون صفنا واحداً.